السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه. من دعا بدعوته إلى يوم الدين وبعد، قال الإمام مسلم رحمه الله في كتاب الأيمان من صحيحه تحت باب نزر الكافر وما يفعل فيه إذا أسلم، يعني إذا نظر الكافر ثم أسلم وكان قد نظر أثناء كفره، هل يفي بالنذر بعد إسلامه أم لا؟ قال: حدثنا محمد بن أبي بكر المقدمي ومحمد بن المثنى وزهير بن حرب، واللفظ لزهير، قالوا: حدثنا يحيى وابن سعيد القطان عن عبيد الله، وعبيد الله بن عمر العمري مصغر الاسم مكبر الرواية، وله أخ ضعيف مكبر الاسم مصغر الرواية اسمه عبد الله بن عمر العمري، قال: أخبرني نافع عن ابن عمر أن عمر قال: يا رسول الله، إني نظرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام، قال: فأوفي بنذرك، فأوفي بنذرك. هذا في بعض الطرق هذا الحديث، والتي سيريدها مسلم في بعض الطرق: إني نظرت أن أعتكف يوما في المسجد الحرام بدل ليلة. والفارق بينهما أن كلمة نظرت أن أعتكف ليلة تفيد جواز الاعتكاف بدون صيام، لأن الليلة ليس فيها صيام. أما نظرت أن أعتكف يوما فلا تفيد هذا المعنى. ثم قال: حدثني، أورد طرقا للفظة أعتكف ليلة، ثم قال: حدثني أبو الطاهر أخبرنا عبد الله بن أبي، حدثنا جرير بن حازم أن أيوب حدثه أن نافعا حدثه أن عبد الله بن عمر حدثه أن عمر بن الخطاب سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بالجعرانة موضع قريب من مكة في الحل ليس في داخل الحرم، بعد أن رجع من الطائف، فقال: يا رسول الله، إني نظرت في الجاهلية أن أعتكف يوما في المسجد الحرام، فكيف ترى؟ قال: اذهب فأعتكف يوما. قال: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أعطاه جارية من الخمس، فلما أعتق رسول الله صلى الله عليه وسلم سبايا الناس سمع عمر أصواتهم يقولون: أعتقنا رسول الله، فقال صلى الله عليه وسلم، قالوا: ما هذا؟ فقالوا: أعتق رسول الله صلى الله عليه وسلم سبايا الناس. قال عمر: يا عبد الله، اذهب إلى تلك الجارية فخلي سبيلها، يعني أعتقها. الشاهد هنا أنه قال: إني نظرت أن أعتكف يوما. وبالنظر إلى الروايات نرى أن رواية من قال إني نظرت أن أعتكف يوما مرجوحة، والراجحة إني نظرت أن أعتكف ليلة في الجاهلية. هذا، وصلوات ربي وسلامه على النبي محمد وآله، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.